تحتاج المصابات بالسكر خلال فترة الحمل إلى جرعات من الأنسولين وتناول وجبات صحية، لكن هذا النظام الدوائي غير مناسب لشهر رمضان، فما يحدث هو العكس تماما. إن الصيام لساعات طويلة وعدم الشرب والإفطار يقلل مستوى السكر في الدم، هذا ما يعرض الحوامل المصابات بالسكر إلى مشكلات صحية خطيرة على الأم والجنين. إن كانت السيدة الحامل مصابة بالسكر قبل الحمل أو مع الحمل، يجب عليها تناول الأنسولين إلى جانب وجبات تساعد على توازن مستوى السكر في الدم. ولا ينصح بالصيام لمن تم تشخيصها بأن لديها سكر بسبب تعاطي الأنسولين، حتى لا تصاب الحامل بانخفاض في مستوى السكر الذي يؤثر عليها وعلى الجنين. يجب إجراء تحليل سكر صائم وفاطر لمعرفة النتيجة، ثم اتخاذ قرار الصيام من عدمه. والمصابات بالسكر خلال الحمل لا يحتاجون إلى أنسولين بصورة كبيرة، وإن المصابات بالسكر والسكر يكون لديهن بسيط على أن يكون 180 بعد الأكل، والصائم من 80 إلى 100، أو نسبة لا تتعدى من 90 إلى 220. أما في حالة مستوى السكر كان من 250 أو 300 بعد الأكل و 140 في الصيام، تستدعي الحامل تناول عقار الأنسولين ولا يجب لها الصيام. وإذا اتخذت الحامل قرار الصيام فعليها اتباع النصائح التالية: الإفطار على بعض السكريات مثل التمر، تعاطي بعض الأدوية أو الجرعات الخفيفة من الأنسولين التي وصفها الطبيب المتابع، عمل تحليل السكر مرتين يوميا صائم وفاطر عن طريق جهاز قياس السكر في المنزل أو الصيدلية مرة بعد الإفطار ومرة قبل السحور لتحديد الجرعة المناسبة للأنسولين، تناول السوائل بكثرة، الابتعاد عن السكريات في فترة السحور حتى لا تصاب السيدة بغيبوبة سكر أثناء النوم، ولعدم تناول الأنسولين خلال فترة الصيام. وهناك بعض الأعراض التي تنذر بضرورة الإفطار، منها الإحساس بالخمول والتعرق بكثرة وبرودة الأطراف وتنميل أحد شقي الوجه أو الجسم. وعند كسر الصيام يجب قياس مستوى السكر وتعاطي جرعة من الدواء المناسب لضبط مستواه في دم الحامل.